أرجو أن توجهوني في هذه القضية، هل الأم إذا قامت بتنظيف الطفل الصغير وهي على وضوء هل ينتقض وضوءها وجهنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا لمست فرجه مباشرة من دون حائل، إذا لمست فرج الطفل الذي تنظفه مباشرة، لمسته بيدها مباشرة من دون حائل، فإنها ينتقض وضوءها بذلك، لأن مس الفرج أولا كان أو دبرا بدون حائل ينقض الوضوء، كما جاءت بذلك الأدلة في نقض الوضوء بمس الذكر. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يستوي فيه الصبايا والصبيان في الصغر؟ يستوي فيه الذكور والإناث، ويستوي فيه الكبار والصغار. بارك الله. نعم. لأن مس الفرج مباشرة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان فرج الشخص أو فرج غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، كله ينقض الوضوء.